والإقلاع عن الذنب إن كان الذنب ترك واجب فالإقلاع عنه بفعله، مثل أن يكون شخص لا يزكي فأراد أن يتوب إلى الله فلا بد من أن يخرج الزكاة التي مضت ولم يؤدها. إذا كان الإنسان مقصرا في بر الوالدين فإنه يجب عليه أن يقوم ببرهما، إذا كان مقصرا في صلة الرحم فإنه يجب عليه أن يصل الرحم، وإن كانت المعصية بفعل محرم فالواجب أن يقلع عنه فورا ولا يبقى فيه ولا لحظة. إذا كانت من أكل الربا مثلا فالواجب أن يتخلص من الربا بتركه والبعد عنه وإخراج ما اكتسبه عن طريق الربا. إذا كانت المعصية بالغش والكذب على الناس وخيانة الأمانة فالواجب عليه أن يقلع عن ذلك، وإذا كان قد اكتسب مالا عن هذا الطريق المحرم فالواجب عليه أن يرده إلى صاحبه أو يستحله منه. إذا كانت غيبة فالواجب أن يقلع عن غيبة الناس والتكلم في أعراضهم. أما أن يقول إنه تائب إلى الله وهو مصر على ترك الواجب أو مصر على فعل المحرم فإن هذه التوبة غير مقبولة، بل إن هذه التوبة كالاستهزاء بالله عز وجل، كيف تتوب إلى الله وأنت مصر على معصيته؟ لو أنك تعامل بشرا من الناس وتقول أنا تبت إليك وأنا نادم خلاص ما أعود، ثم في نيتك وفي قلبك أنك ستعود وعدت، فإن هذا سخرية بالرجل، فكيف بالله رب العالمين؟ فالإنسان التائب حقيقة هو الذي يقلع عن الذنب. من الغريب أن بعض الناس تجلس إليه وتجده يتأوه من وجود الربا وهو في نفسه يرابي والعياذ بالله، أو يتأوه من الغيبة وأكل لحوم الناس وهو من أكثر الناس غيبة نسأل الله العافية، أو يتأوه من الكذب وضياع الأمانة في الناس وهو من أكذب الناس وأضيعهم للأمانة.